فريق الجيش الملكي. إذن تتغير الأمور هنا. يشوفوا الإعادة. تعبت كرة بسرعة. والعلاوي بالراس في شباك مرمى الحارس هشام الغفير مع بداية هذه الجولة الثانية. هدف مقابل الشيء. نيران صديقة، لاحظوا الإعادة، لاحظوا الشاكير مرر الكرة و تدخل من الخبالي. لن تتغير الامور مع بدايه هذه الجوله الثانيه. ثلاثه اهداف هناك بمركب محمد الخامس، هدفان هنا بمجرد زهيد في دور المهاجم يفتتح التسجيل بعد خروج خاطئ للحارس يونس الشحيمي. خروج خاطئ للحارس يونس الشحيمي، هدفين مقابل هدف.